بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أبنائي طلاب الصف الثالث المتوسط، أهلا ومرحبا بكم ومع درس جديد وتفسير سورة الحجرات والآية 13 والرابعة عشر من سورة الحجرات. نستمع الآن إلى الآيتين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. نداء من الله سبحانه وتعالى للناس جميعا، بأن الله سبحانه وتعالى ساوى بين الناس جميعا، لا فرق بين هذا ولا ذاك. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية معيار التمايز الوحيد بين الناس جميعا هو التقوى والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس هناك تمايز على أساس جنس أو نوع أو قبيلة أو ما إلى ذلك، وإنما معيار التمايز الوحيد والأفضلية بين البشر يوم القيامة هو التقوى والعمل الصالح. أمامكم الآن معاني مفردات الأبطال. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، بمعنى أي من ذكر واحد وأنثى واحدة وهما آدم وحواء. وجعلناكم شعوبا بمعنى مجموعة القبائل الكبيرة كما هو الآن. وقبائل لتعارفوا، فصائل متناثرة للتعارف وليتعارف بعضنا على بعض. إن أكرمكم، ماذا هو المعول يا شباب؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، معنى أن الله سبحانه وتعالى جعل معيار التمايز الوحيد بين البشر على أساس التقوى ولا ليس على أساس الأنساب أو الأحساب أو ما إلى ذلك. إن الله عليم خبير، بمعنى عليم بكم، خبير بجميع أو بجميع أموركم. قالت الأعراب أمنا، من هم الأعراب؟ أحسنتم، الأعراب جمع عربي وهو من سكن البادية من العرب. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما المقصود بكلمة أسلمنا؟ أحسنتم، أسلمنا معنى دخلنا في الإسلام. فكروا معي يا أبطال، لماذا نهى الإسلام عن التفاخر بالقبائل؟ لماذا؟ أحسنتم، بالفعل لأن التمييز عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى وليس بالعرق أو اللون أو القبيل أو من ذلك. معيار التمايز الوحيد كما قلت ونأكد دائما هو التقوى والعمل الصالح بين البشر. أيضا يا شباب، ننتقل معا إلى فوائد هذه الآيات. هذه الآيات تدل بنا وتدلنا إلى فائدتين. ما هما؟ أحسنتم، عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته، وأنه لا ينقص من أعمالنا شيئا يوم القيامة ويعاملنا برحمته. أيضا طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله سبب الغفران والرحمة يوم القيامة. يبقى طاعة الله ورسوله، نعلم جميعا أن طاعة الله ورسوله هي بالفعل سبب الغفران والرحمة يوم القيامة. أحسنتم يا أبطال، ننتقل معا إلى التقويم لآيتين الآيتين. بين معاني الكلمات الآتية. ما المقصود بالأعراب؟ الأعراب جمع عربي وهو من سكن البادية من العرب. أحسنتم. طيب ما المقصود بأسلمنا؟ ولكن قولوا أسلمنا، دخلنا في السلم بالفعل. أحسنتم يا شباب. السؤال الثاني، هل العبرة في التفضيل عند الله سبحانه وتعالى بالقبيلة أم بالتقوى؟ من خلال استماعك لهاتين الآيتين، هل الله سبحانه وتعالى جعل بالفعل التفضيل عنده يوم القيامة بالقبيلة أم بالتقوى؟ أحسنتم، بالتقوى. ما الدليل؟ الدليل واضح أمامنا جميعا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
إن الله عليم خبير. أحسنتم يا أبطال. ننتقل معا إلى السؤال الثالث، ما معنى قوله تعالى لا يلتكم من أعمالكم شيئا؟ هل الله سبحانه وتعالى يلتنا أو ينقصنا من أعمالنا شيء؟ لا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى معنى لا يلتكم معنى لا ينقصكم من أجل أعمالكم شيئا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ننتقل معا إلى السؤال الرابع، استنتج فائدة من قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ما الفائدة يا أبطال؟ أحسنتم، الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا من أب واحد وهو آدم وأم واحدة، وذلك لا لشيء إلا للتعارف، لتعارفوا لا للتفاخر بالحسب أو النسب وما إلى ذلك. أحسنتم يا أبطال، هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.